الدائرة التي تليها هي دائرة المولد والمنشأ. كيف ولد؟ ما هي الإرهاصات التي ظهرت مع ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك كان خلقه طاهرا مضيئا، لولا أن الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يبوح بالسر لظهر هذا السر جليا على وجهه صلى الله عليه وسلم. فهو واضح من أول يوم أنه صلى الله عليه وسلم ليس كمن حوله ككل المواليد الذين يولدون في مكة، وإنما هو مولود متميز. كان كل من حوله ربما ينطقون بذلك من وقت لآخر. هو المنشأ، كيف شق صدره، كيف جرده الله سبحانه وتعالى من أبيه وأمه وجده، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قد يبدو لنا أنه ليتشرد من الأسباب وليعتمد على رب الأرباب، ألم يجدك يتيما فآوى هو الذي يؤويك. هذه الفترة أيضا تحدث القرآن عنه، تحدث عن أنه كان يتيما وأن الله سبحانه وتعالى آواه. لأجل هذا نفتح قوسا صغيرا لنقول إن بعض الكتاب المحدثين يتحدثون عن الحرمان ويقولون ذاق طعم الحرمان، وأنه ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة من الحض على الأيتام كان نتيجة للحرمان الذي عاشه، وهذا كلام قبيح جدا ويؤدب من يقوله عند الفقهاء، عند قدماء الفقهاء. يعني لا يجب أن لا نزيد على أنه كان يتيما، لأن الله سبحانه وتعالى وقاه شر هذا الحرمان، والله سبحانه وتعالى آواه وأنزل السكينة عليه في قلبه، فهو لم تظهر عليه أبدا علامات هذا اليتم، ولم تظهر عليه يظهر عليه قلق والاضطراب في الشخصية. كان ثابتا كالطود، كان مطمئنا ساكنا تلوح على وجهه البشرى، لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بعنايته. فلنحذر من مثل هذه الأشياء. أما ما نزل في القرآن في شأن الأيتام وما ورد في سنته فلا علاقة له بهذا مطلقا، فالتشريع لا علاقة له بأية حادثة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. فهذا الكلام يقال في مصلح، يقال في شيوعي أو في غيره، أنه إنما فعله كان رد فعل أو كان نتيجة الحرمان، فهذا خطأ شديد جدا يجب أن نحترمه. إذن دائرة المنشأ، كيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعمل صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يحب الفراغ وما كان يرى فارغا. حتى قبل النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، وبعد النبوة تعرفون أن عمله كان كثيرا. دائرة المنشأ فيها إرهاصات كثيرة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بناء الكعبة وكيف سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه لما طلب منه عمه أن يضع إزاره. هناك شق الصدر الذي ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صبي غلام صغير عند مرضعته، وقد جاءت مع أبيه من الرضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه منتقع اللون قائما ينظر إلى أولئك الملائكة الذين جاءوه وشقوا صدره وذهبوا عنه صلى الله عليه وسلم. من نظري في حديث شق الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، شق صدره في هذه المرة وشق صدره قبل الإسراء والمعراج. نعرف أن شق الصدر الأول كان تطهيرا لأنهم أخذوا مضغة وانتزعوا، وشق الصدر الثاني كان الأول كان تخلية والثاني كان تحلية، لأن في حديث شق الصدر الثاني ملؤوه أتوا بطست مملوءة وحشوا صدره، وفي شق الصدر الأول غسلوا صدره صلى الله عليه وسلم بثلج وفي رواية ماء زمزم، ونزعوا منه علقة وقالوا هذا حظ شيطان منك. المنشأ كما قلت هو دائرة كبرى من دوائر هذه السيرة.